نرحب بكم مشاهدينا عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لوميير. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. الأميرة بسمة بن طلال ترعى احتفال اليوبيل 50 لكشافة الزرقاء. لقاء موسع بعمان لتدارس أوضاع العراقيين المهجرين في المملكة. جولة لنورسات الأردن في كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان في مادبا. أهلا بكم. رعت سمو الأميرة بسمة بن طلال الاحتفال الذي أقامته مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في محافظة الزرقاء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها. المزيد في هذا التقرير. شاركت سمو الأميرة بسمة بن طلال رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية الاحتفال باليوبيل الذهبي لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي الزرقاء. وكان في استقبال سموها سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وعدد من الآباء الكهنة ومسؤولي ووجهاء المحافظة. وألقت سمو الأميرة بسمة بن طلال راعية الحفل كلمة أشارت فيها إلى أهمية الحركة الكشفية الأردنية وأهدافها النبيلة في بناء الأجيال وتهيئة الشباب لممارسة دورهم في خدمة الوطن والمجتمع. إحنا كلنا بالفعل في هذا البلد الطيب مسلمين ومسيحيين، إحنا أسرة واحدة، أسرة طيبة ننتمي من خلالها كلنا مجتمعين إلى هذا الوطن، إلى مستقبل هذا الوطن، وإلى بالفعل في أي وقت وفي أي زمن وفي نغتنم أي فرصة فعلا لكي نؤازر بعض، لكي فعلا نحقق أي هدف إنساني، أي هدف فعلا بخدم فرد من أسرتنا، حدا محتاج، شيخ أو طفل أو سيدة أو أسرة. وكل هذه حقيقة الأهداف مشمولة في حركة الكشافة والمرشدات. اجعل المستحيل ممكن، ونحن بالأردن كل يوم نجعل المستحيل ممكن. وفي الاحتفال شكر سيادة المطران ويليام الشوملي سمو الأميرة بسمة على رعايتها الاحتفال، مؤكداً على أهمية الحركة الكشفية وإسهاماتها في تربية الشباب على النظام وتحمل المسؤولية واحترام الذات ليكون المواطن عنصراً فاعلاً في خدمة مجتمعه ووطنه. يصبح المستحيل ممكناً بالثبات والصبر وبذل الجهد والإيمان بالله، فالإنسان العاقل يقوم بما هو ممكن، أما هو صعب عليه فيصبح ممكناً عندما تتضافر الجهود والسواعد والإرادات الصالحة والعمل المشترك. يسهم الكشاف في عيش الأخوة الشاملة، فمن يتشح بزي الكشاف ويتبنى مبادئه السامية إنما يعتبر كل كشافة المدينة والوطن والعالم إخوة له في الإنسانية بغض النظر عن العرق واللون والطبقة الاجتماعية والدين. إن حضور سموك اليوم هو تأكيد لهذه القيم السامية التي نحن بحاجة إليها كي يبقى الأردن واحة سلام وأمن واطمئنان ومكاناً للعيش المشترك والأخوة الشاملة بين جميع مكوناته وشرائحه وأبنائه، وذلك بقيادة صاحب الجلالة المحبوب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. واستعرض قائد المجموعة العام ركان فخوري رؤية ورسالة الحركة الكشفية التي تقوم على الريادة في العمل التطوعي والكشفي والتربوي لإعداد جيل من الشباب الواعي لتحمل مسؤولياته ومخلصا لوطنه وكنيسته. من مدينة الجند والعسكر مدينة الزرقاء الأبية، عمادها حب الله والوطن والملك وعطف الكبير على الصغير
واحترام الصغير للكبير، مبنية على محبة التي تربينا عليها جيلا بعد جيل، متمسكين بمبادئ الحركة الكشفية وزرعها في أبنائنا لنجعل من المستحيل ممكنا. وهنا أيضا نرفع الابتهالات ونجدو بالترانيم ونتلو شعائر القداسة بلسان أسلافنا وأجدادنا العرب الذين تمسكوا بتراب أرضهم وحافظوا على تاريخهم المعطر ببسالة الشهداء. ولن نغفل عن شكر أهالينا وأصدقاؤنا والأجهزة الأمنية وجميع من ساهم في دعم مسيرة المجموعة لنحقق ما وصلنا إليه، ونخص بالذكر قدس الأب المرحوم ماريو فورلان مؤسس هذه الرعية. وشاهدت سموها فيلماً حول نشأة المجموعة وأهدافها ونشاطاتها، وآخر مسرحياً جسد الأهداف الخيرية والتطوعية للحركة الكشفية بشكل عام. كما كرمت سموها خلال الحفل عدداً من قادة المجموعة السابقين والداعمين من رجال الأعمال وذوي أفراد المجموعة. اليوم الحركة الكشفية أصبحت جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، مؤسسة قائمة قادرة تخلق جيل من القادة من شبابنا وصبيانا، بتزرع فيهم كل المبادئ الإنسانية والمسيحية حتى فعلا يساهموا في بناء هذا الوطن. حفل مهيب، حفل جميل، حضور رسمي رائع، وإشي بيرفع الرأس صدقا وجود هيك مجموعات شبابية في كل محافظات المملكة وفي مدينة الجند والعسكر تحديدا الزرقاء. شو بيرفع الراس وإيش بتجنن. مبروك لكم جميعا ومبروك لنا. فعلا كان أول شيء بدي أبارك لهم باليوبيل الذهبي، وكان مهرجان رائع، فعلا مهرجان رائع رائع وتنظيم رائع. هذا الاحتفال ناتج عن مجهود عدة قادة استلموا قيادة المجموعة، وكان هدف المجموعة تأسيس جيل وحصل عليه جيل قادر على خدمة نفسه وخدمة مجتمعه، وإن شاء الله بنطمح أنه تستمر مسيرة المجموعة بإنشاء أجيال متعاقبة لخدمة المجتمع المحلي وخدمة الأردن بشكل عام. أنا بحكي أنه إن شاء الله الاحتفال هذا يكون حافز الأطفال الصغار اللي ينشؤوا مظبوط في الكشفية ويأخذوا من الكشاف اللي كانوا قدام من العادات والمكتسبات اللي اكتسبوها اللي كانت دائما لمصلحة الرعية ومصلحة العائلات المحتاجة. ويشار أن مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي الزرقاء تأسست عام 1967 وتعمل على تنفيذ رسالتها من خلال جملة من البرامج والنشاطات الكشفية المتنوعة، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية المختلفة. نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب اللقاء السنوي الأول لرعوية شبيبة الكاثوليك في كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك بمنطقة مرج الحمام تحت عنوان درب الملكوت، بحضور الأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقفي لمطرانية الروم الكاثوليك والأب مودي هنديلي المرشد الروحي للمجلس. وتضمن اللقاء الذي جمع 150 من قادة شبيبة المملكة حوارات ونشاطات ومحاضرات تهدف إلى تنشئتهم نشأة روحية ورعوية حتى يكونوا قدوة حسنة ولغاية الوصول إلى علاقة مباركة مع الرب. ينظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب بقيادة الأب مودي هنديلي ومجموعة من الشباب من كل شبيبة المجلس، بنظم هذا اللقاء اليوم لكل شبيبات المملكة، والمطرانية تبارك هذا اللقاء وتجمع الشبيبات، وإن شاء الله يكون هاللقاء عنوانه درب الملكوت. هاللقاء بده يكون سنوي لكل شبيبات الروم الكاثوليك في المملكة، فإحنا بنبارك هذا اللقاء وإن شاء الله يكون كل واحد في هذا اللقاء يأخذ لحياته لأنه يسير لدرب الملكوت ويصل لعلاقة مع الرب، علاقة مباركة. واللقاء اليوم ضمن مجموعة من اللقاءات، جلسات الحوار، مسابقات ومناقشات لحتى شبيبتنا يعيشوا هالملكوت، وأكيد كمان تهيئة كان لرياضة روحية بزمن الصوم المبارك.
وبهالمناسبة بنشكر الرب يسوع اللي معطينا قدر هالمسؤولية لحتى دائما نهتم بأبناء شبيبتنا من كل النواحي، ولحتى بالفعل يكونوا مواطنين صالحين عندهم انتماء لكنيستهم لمجتمعهم لوطنهم. وبهاي المناسبة بنشكر كل الأشخاص اللي قريبين منا اللي بدعمونا، ونشكر أيضا قناة نورسات الرائدة اللي دايما بتغطي كل أحداثنا وكل مناسباتنا. بمبادرة من السفارة البابوية في عمان وبالتعاون مع كاريتاس الأردن، تم دعوة العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية والعالمية لتدارس أوضاع المهجرين العراقيين المسيحيين الموجودين في المملكة وتذليل الصعوبات التي يواجهونها خارج أوطانهم، وذلك خلال مؤتمر أقيم في مركز سيدة السلام. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. جملة من الصعوبات التي واجهتهم بعد هجرتهم القسرية من بلدانهم وقراهم في نينوى والموصل في العراق واختيارهم للأردن كملاذ آمن لهم ولأسرهم، كانت هذه الموضوعات مدار نقاش مستفيض بين كافة الجهات المعنية لبحث أوضاع الأشقاء العراقيين المهجرين في المملكة الذين وصل عددهم حتى الآن 12,000 شخص. هذا المؤتمر الذي عقد في مركز سيدة السلام وجاء تحت عنوان اللاجئون العراقيون في الأردن تحديات وتطلعات، سعى حسب المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان إلى تأكيد الحق البشري لهؤلاء المهجرين بالحصول على الخدمات التي تؤمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة. نحن هنا اليوم للتركيز على وضع أشقائنا اللاجئين العراقيين الذين وصلوا إلى الأردن، إن العديد منهم والذين وفدوا في البداية قد غادروها الآن، إلا أنه في نفس الوقت هناك آخرون يصلون تباعا وأن العدد آخذ في الازدياد. لذلك فقد دعوناكم اليوم من أجل أن ندرس سوية إمكانية الاستجابة للتحديات التي نواجهها لمساعدة هؤلاء الأخوة، للتأكيد أن لهم الحق البشري في العيش بحياة كريمة. مدير جمعية كاريتاس الأردن وائل سليمان، وبعد أن رحب في كلمته بالسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية والجمعيات واللاجئين المسيحيين العراقيين، أكد أن المشاركين في هذا اللقاء يسعون لتقديم المساعدة لهذه الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لتضميد جراحهم والاستماع لمشاكلهم ومعاناتهم ورفع معنوياتهم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للاجتماع. أكيد من خلال هذا الاجتماع الهدف منه أنه المؤسسات اللي بتشتغل أنه تبلش تتعاون أكثر مع بعض. المشكلة لسه قائمة، اليوم عم نحكي عن 12,000 لاجئ عراقي مسيحي من الموصل بعد 3 سنين للأزمة، فهذا الاجتماع نتأمل أنه نطلع منه بمخرجات أنه نشتغل سوا حتى نقدر نأمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة في الأردن. العمالة منلاحظه عم بيهاجروا كتير للخارج، وعم كتير عم بيجوا من العراق للأردن بدهم يرجعوا للخارج. المشكلة هلأ أنه كيف إحنا بدنا نحاول أنه هدول العراقيين يرجعوا لقراهم. هدول مهم لأنهم من أساس وجود العراق مفروض يضلوا ببلادهم، فبدنا نلاقي طريقة كيف بدنا نحاول أنه نخليهم موجودين بالعراق، واللي ما بده يضلوا بالعراق نحاول طريق نلاقي طريقة، هل بده يطلع برا بده يضلوا هون. بدنا نحاول نعمل تنسيق بالتعاون اللي عم بيصير بين المؤسسات، خاصة المؤسسات الكاثوليكية، من التعليم المسيحي، من المساعدات العينية، من المساعدات الصحة، من المساعدات النفسية. الهدف من وراء هذا الاجتماع هو أولاً وآخراً المحافظة على كرامة الإنسان. صحيح اللاجئ جاء للأردن يبحث عن الأمن، لا يملك شيء، فقد كل شيء، لكن إحنا واجبنا في الأردن
نحافظ على كرامته الإنسانية، لأنه من كرامته الإنسانية بإمكانه دائما يبني بلده، يبني مستقبله ومستقبل أولاده إلى ما هو الأفضل. وبعد أن شكرت مسؤولة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة المملكة الأردنية الهاشمية على حسن ضيافتها للاجئين، شددت في كلمتها على ضرورة استمرار الدعم للمهجرين، داعية بنفس الوقت إلى تقديم العون للأردن من أجل مساعدته على تحمل مسؤولية استضافة الملايين من اللاجئين العرب على أراضيه الذين يشكلون عبئا على جميع موارده. وفي سياق المؤتمر أبدت العديد من الجهات المشاركة استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة للأشقاء العراقيين. قامت المدارس المسيحية الكاثوليكية المتواجدة في كافة أنحاء المملكة في استقبال الطلاب العراقيين المهجرين وقبولهم في مدارسها في مختلف الصفوف ومختلف المراحل، ومع تأمين كل احتياجاتهم من الزي المدرسي للكتب المدرسية والدفاتر والنقليات قدر الإمكان. هذا كان في التعاون مع مجلس أساقفة إيطاليا اللي غطوا ما يقارب 50% من التكاليف التي تخص الطالب الواحد، والنفقات الأخرى بقية التكاليف قامت في تغطيتها المدرسة الواحدة، أي مدارس الأمانة العامة للمؤسسات المسيحية الكاثوليكية في الأردن. احنا بهمنا أكثر إشي كيفية التعامل معهم ومساعدتهم ومساندتهم، والمحاور الخمسة اللي عمالنا بنتعامل معهم في هذا اليوم اللي هو من ناحية السكن، من ناحية الدعم المادي واللوجستي، ومن ناحية الاجتماعي وعدم الهجرة وإبقائهم في البلاد، كيف فينا نساعدهم ويكون في عنا من الحلول كيفية المحاورة والتحاور مع السلطات المسؤولة المدنية حتى نتمكن من إنه إبقائهم إما في بلادهم، إعادتهم للبلاد، أو مساعدتهم بأي طريقة ممكنة من عنا. المواطن العراقي الدكتور براء باسم إسحاق، ونيابة عن 12,000 مهجر عراقي بالأردن، ألقى كلمة أشاد فيها بجهود كافة الجهات الخيرية الداعمة لإخوته المهجرين، شارحا بنفس الوقت معاناة خروجهم القسري من أوطانهم حتى وصولهم إلى الأردن. دخلت الأردن قبل سنة بسبب دخول عصابات داعش إلى مناطقنا وسلب أموالنا، ودعيت اليوم إلى مؤتمر الذي قامته الكاريتاس عن سنة من المحبة والعطاء، ولكوني أحد اللاجئين هنا فقمت بشرح وسرد قصتي ومعاناتي، كيف أنه خرجت من بيتي وجئت إلى الأردن، وبحكم وظيفتي كطبيب ما هي الصعوبات اللي يعانونها العوائل اللاجئة إلى الأردن، فشرحت كيف نقوم بمواجهة هذه الظروف الصعبة وما هي الاحتياجات التي يعانون منها وخصوصا المعاناة الطبية. وأجمع المؤتمرون على أن الإخوة المهجرين يبقون دائما محل اهتمام أشقائهم الأردنيين وموضع رعاية الكنائس التي تحرص على تقديم خدماتها لكل الرعاية من محليين وضيوف. نظمت مؤسسة الدراسات اللاهوتية الأردنية في عمان المؤتمر الإرسالي للمؤسسة بمشاركة واسعة من طلبة وأساتذة اللاهوت، وتضمنت فعاليات المؤتمر الذي حضره عدد من الضيوف والمدعوين إلقاء محاضرات حثت الجميع على الخدمة الرسولية والعمل على مساعدة المحتاجين من الأسر العفيفة. وقد ألقى الأب جورج شرايحة من كنيسة الروم الكاثوليك محاضرة تناول فيها نصوصا إنجيلية من الكتاب المقدس، داعيا فيها إلى عمل الخير وتقديم العون الإنساني لمن يحتاج من البشر، مستشهدا بدور كنيسته في إيواء الكثير من العائلات العراقية المهجرة من الموصل. إخوتي الأحباء، كل الممارسات التقوية اللي كانوا الوثنيين ومن بعدهم اليهود والفريسيين والهدول يمارسوهم، بدنا ننتبه لحالنا. اليوم يسوع بالإنجيل الصبح أول ما فتحت الإنجيل شو بحكي؟ إياك أن تكونوا كالوثنيين اللي بضلهم يقولوا يا رب يا رب يا رب، بضلك بتعيدوا نفس الكلام. أنت إذا صليت اعمل 1 2 3، كيف تدخل مخدعك وكيف تقدر
تعمل حوار مع يسوع، حوار شخصي حقيقي نابع من قلبك من داخلك، تستطيع أنت تعبر عن اللي بداخلك. علموني إخواننا اللي عشت معاهم هذا الدرس، وأنا بشوف بالليل وبالنهار وكل واحد كيف بتسحب وبلاقيه بالكنيسة، كيف كل واحد بيطلع وما بدوش حدا يشوفه هو بيصلي هو بيعب من تحت لتحت. اختبرت حياة جماعة الرسل الأولين، جماعة علية صهيون. احنا في مؤسسة الدراسات اللاهوتية الأردنية جيت، اللي عم نعمله هو انه احنا معنيين بتعليم العلوم اللاهوتية ومحاولة تهيئة الخدام للكنائس في العالم العربي. وهذا النشاط اللي عملناه اليوم اللي هو المؤتمر الإرسالي هو محاولة من المؤسسة بالتعريف بالطلاب والعاملين في المؤسسة بالخدمات اللي بتخدم خارج إطار الكنيسة، بمعنى أنه مش داخل مباني الكنائس، لكن لما الكنيسة بتوصل إلى المجتمع وبتسدد الاحتياجات. وإحنا فخورين جدا باستضافتنا في هذا اليوم الأب أبونا جورج رايحة وبعض الخدام والمؤسسات العاملة في الخدمة والمجتمع المحلي ومجتمع الناس النازحين اللي اجوا لبلادنا في الاردن، واللي استضافتهم الاردن بكل محبه وتكريم. واحنا فخورين جدا بانه احنا جزء من الكنيسه المقدسه الجامعه الرسوليه اللي بنخدم الله بهدف اعلاء مجده وبهدف تعريف الناس بمن هو الله وبما فعله الله عبر المسيح يسوع وصليبه لاجل البشر. تعد كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان أحد أهم وأقدم كنائس مدينة مادبة، وهي واحدة من مجموعة الكنائس في الأردن الدالة على قدم المسيحية في المنطقة. نور سات الأردن زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. في مدينة مادبة المعروفة بالمدينة الفسيفسائية توجد الكثير من الكنائس التاريخية القديمة والحديثة التي جعلت منها وجهة للزائرين من كافة أنحاء العالم. ولعل أبرزها إلى جانب كنيسة الخارطة كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين، والتي تقع وسط المدينة. فقد تأسست هذه الكنيسة منذ عام 1913، ويرتادها الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك ونستمد منه الحياة. الأب مروان حسان الكاهن المساعد في الكنيسة تحدث لنور سات حول بدايات تأسيسها وأقسامها، ومن أين أتت تسميتها، ودور العشائر المسيحية في إقامتها. معروف أنه مادبة مكونة من الشريحة العظمى، فيها كلاتين وهي عشيرة العزيزات، هاي العشيرة الكبيرة اللي نزحت من الكرك على أثر بعض الاضطهادات والمشاكل اللي صارت في الكرك. نزحت من هنالك بسنة 1880، إجوا من الكرك لذيبان ومن ذيبان إلى مادبة. وأول ما إجوا على مادبة طبعا كان معهم الخوري تبعهم، هو اسمه أبونا اسكندر مكانيو. وأول ما إجوا ضربوا خيامهم وضربوا أماكنهم في الجهة الغربية لمادبة، حيث كان هنالك العديد من المغر، وكانت المغارة الكبرى استخدمت كبيت للكاهن وأيضا لمكان العبادة والصلوات والقدديس. طبعا أول ما إجوا لهنا حاولوا أنهم يبنوا كنيسة، حاولوا أنهم يبنوا مكان صغير حتى يصلوا فيه. صراحة أبونا اسكندر ما قدر أنه يبني هذا الشيء، إجا بعد أبونا اسكندر أبونا داود، وأبونا داود هو أول واحد بنى أول غرفة صغيرة في هاي المنطقة حتى تكون مكان العبادة. وطبعا بنى هاي الغرفة على أثار رومانية قديمة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي
ملجأ لكل الخطى. تحتوي كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان على عدة آثار قديمة تقع أسفل مبناها الحالي، وتغطي جدرانها من الداخل الرسومات والتصاوير والمنحوتات المميزة التي تمثل حياة يوحنا المعمدان، كما تحوي على نسخة طبق الأصل للأرضية الفسيفسائية في أم الرصاص. فكنيستنا أصلاً هي مبنية على آثار رومانية قديمة وعلى آثار بيزنطية، فإذا نأخذ جولة بعدين في هذه الكنيسة، إذا نزلنا لتحت الكنيسة هنالك آثار بيزنطية قديمة وآثار رومانية، ويعتقد أنه في هذا المكان كان هناك القلعة الرومانية التابعة للرومان. كان أول قداس يقام في هذه الكنيسة في عشية عيد ميلاد بسنة 1913، ب 24/12/1913 كان أول قداس يقام في هذه الكنيسة. وسميت هذه الكنيسة على اسم قطع رأس يوحنا المعمدان لأنه هي أقرب كنيسة إلى مكان استشهاد يوحنا المعمدان في منطقة مكاور التي تبعد 10 كيلومتر إلى الجنوب من مادبة، فسميت على هذا الاسم. وعلاوة على أنها تعد أقدم كنيسة تقام فيها الشعائر الدينية في مادبة دون انقطاع، فإن كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان ونظراً لأهميتها ومكانتها بين أبناء المجتمع المسيحي المحلي، فإن رعاياها يحرصون على إقامة نشاطاتهم ومناسباتهم وقداديسهم داخل هذه الكنيسة، حيث احتفل في عام 2013 بالمئوية الأولى على تأسيسها. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة ملجأي في كل ضيق. أقيم في كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكس في الفحيص لقاء روحي ترفيهي جمع أبناء مدارس الأحد في الفحيص وكنيسة رقاد السيدة العذراء في المفرق، بحضور عدد من الآباء الكهنة ومجموعة من مرشدي مدارس الأحد في الفحيص والمفرق. واشتمل اللقاء الذي ختم بمباركة من الآباء الكهنة على عدد من الأنشطة والفعاليات الروحية. احنا بالعادة مركز مدارس أحد المفرق إن بنعمل مع مدارس الأحد مع الطلاب أكثر من 18 سنة، ودائما بنعمل نشاطات داخلية ونشاطات خارجية، واليوم حبينا نلتقي مع مدارس أحد الفحيص بالتعاون مع الكهنة الموجودين وخاصة الأب بشارة دحابرة. الشبيبة هي النبض، هي حياة الكنيسة، وبدون شبيبة ما في كنيسة، عشان هيك لازم نشتغل كوحدة آباء مرشدين أهل على إعادة ترتيب الصفوف الشبيبات وإخراج جيل قادر أنه يواجه مصاعب هاي الحياة، جيل قادر يواكب التطور، جيل قادر يحافظ على إيمانه ويعرف شو هو بيأمن. اليوم إحنا إجينا عشان نتعرف على كنيسة الفحيص، نزور الكنيسة ونشوف خشبة الصليب ونتزود بالمعلومة والإيمان، وجينا اليوم عشان نتعرف على الشبيبة ونتبادل الثقافات والمعارف. احنا بنيجي على الشبيبة انه نتعلم اشياء دروس دين ومنصلي ليسوع. احنا بنيجي هنا عشان نصلي، واحنا بنيجي هون كمان عشان منحب يسوع منحب نصلي له. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. السفارة البابوية وكاريتاس الأردن توجهان بمساعدة المهجرين العراقيين. درب الملكوت لنشأة روحية رعوية لشبيبة الأردن. لقاء روحي وترفيهي لأبناء مدارس الأحد في الفحيص. لمزيد من التفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.